الكونغولي كابتن عصام الحضري. مساء الانوار وهارد لك. مساء الانوار يا كابتن مدحت، اخبارك ايه؟ تمام يا رب يخليك. هارد لك. الماتش كان النهارده؟ لا طبعا الحمد لله، طبعا الماتش كان النهارده، وهي دي كرة القدم، انت عارف يوم ليك ويوم عليك، وهو ما كانش يومنا النهارده. طبعا بنتاسف لجماهير نادي المريخ نيابة عن زمايلي طبعا ومجلس الاداره، لان اللعيبه طبعا النهارده طبعا اكيد انت عارف ماتش قبل النهائي بيبقى في تحت ضغط عصبي، في لعيبه كانت تحت ضغط عصبي النهارده جامد. ويمكن في لعبه كانت النهارده، يعني مش عايز اقول ان كان في اكتر لعبه عصبيته كانت عاليه النهارده، بس اكيد ما فيش كل واحد عايز يختار، كل واحد كان عايز يكسب، احنا كان يكفينا 1-0 النهارده. بس هي دي كره القدم، ما نقدرش نتكلم نقول لا، هي دي كره القدم، يوم ليك ويوم عليك طبعا. بالظبط بالظبط. خلصت 0-0 المباراه. لا والله طبعا النهارده احنا يعني عايز اقول لك حاجه، يعني زي ما بقول لك في يعني اللعبه النهارده كانت طبعا كان عندنا اصرار ان احنا نكسب على الاقل 1-0 كان يصعدنا، وده ما قلتلك في توفيق وعدم توفيق، بدليل النهارده يمكن في توفيق، النهارده يمكن معانا سعيد السعود النهارده كوره على خط الجون، لو حجز عليها دخل الجون، بيحط دماغه عشان يعني يكملها تمشي بالراحه تخش، قام مطلعها. ده التوفيق، بس رغم كان هو مشكله ان هو مش مالوش ذنب، يعني زي ما قلت لك ده التوفيق وعدم التوفيق. طبعا طبعا ده امر وارد، ده امر وارد، ده امر وارد. طيب كره القدم انت عارف يا كابتن مدحت، وانت عارف يعني الواحد بيقول لك الحمد لله الواحد ما بياخدش كل حاجه، وربنا ما بيضيعش من كل واحد كل يعني اي حاجه، الاجتهاد والتعب، اللعبه كلها اجتهاد ثابت، بس دي كره القدم. وزي ما قلت لك انت عارف ان المواقع عندنا الخير فيها كتير طبعا، كل المواقع بتكتب طبعا زي خبر. ايوه طبعا. ويلا من بكره هتلاقي في اخبار كتيره وكلام كتير وكلام على الفاضي والمليان، بس زي ما قلت لك الواحد بيقول الحمد لله وانا بفكر في الجديد. يعني كان رد فعل الجماهير ايه النهارده يا عصام؟ رد فعل الجماهير كان ايه النهارده؟ لا الجماهير والله النهارده الجماهير بعد الماتش، الواحد يعني حزين ان الجماهير دي كلها اللي تتم، يعني في حوالي لا يكون عن 40,000 كلهم طبعا طالعين زعلانين وحزنة طبعا، وانا واحد من الناس يعني يمكن يعني حزين على الناس ان الناس دي واحد زعلانه. بس هم طبعا ما عملوش اي حاجه بعد الماتش، طبعا حي اللعيبه وصفوا اللعيبه، لان اللعيبه كويس. طبعا عملت كل برافو 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 برافو. انا يعني عايز اقول يعني هي دي كره القدم، ان عارفين ان هم زعلانين واحنا طالعين مزعلين اكتر منهم. وبعد الماتش اللعيبه طبعا الجمال يعني سقفت اللعيبه، لان حاسس اللعيبه مش حد اثر، بس انا عايز اقول يعني هي دي كرة القدم، يعني الواحد ما يصحش. طبعا طبعا يا عصام، طبعا هي كرة مليانة متناقضات، ولما قدر الله ما يزعلش. طيب قول لي انت جاي امتى بقى مع المنتخب يا عصام؟ والله يا كابتن مدحت انا طبعا في مشكلة عندي في جيرسي بقالي 3 اسابيع. يعني مشكلة في بقالي 3 اسابيع، العصب عندي لازم يموت. وبقالي 3 اسابيع بلعب بالمسكنات، وانا واصل هوصل بكرة الفجر ان شاء الله، اوصل على الساعه 7 الصبح. يعني بكره هتنضم للمنتخب؟ هطلع بعد كده اروح بكره هنضم، وهطلع على الدكتور ان شاء الله اللي هو بتاع الاسنان، لان بكره لازم اعمل عمليه في ضرسي، لان انا عندي خراج في ضرسي، وعندي ضرسي العصب فيه لازم اموت، لان بعد من كتر المسكنات ما عادش بتعمل معايا حاجه. اوكي. الدكتور عملنا اشعه هنا في السودان، عملنا اشعه في السودان، الدكتور قال لك لازم العصب، لازم تموت العصب باي طريقه. بكره ان شاء الله هوصل اول مره، انا هطلع من المعسكر، وبعد كده هطلع من المعسكر على ان شاء الله على دكتور اسنان، هعمل بكره عمليه عشان ضرسي ده لازم اموت العصب ده، واشوف خراج، لان في خراج كمان طلع في منطقه العصب. يعني في احتمال ان انت تعتذر عن مباراه المنتخب؟ لما في حاجه احتمال، انت عارف انك كابتن مدحت. ما انا عارف، انا عارف يعني، حسب ما يقول لك الدكتور يعني. توفيق. انا مش مشكله عندي خالص، انا القصه كلها هتطمن بس من الدكتور، بكره بعمل العمليه دي، وبكره موت العصب ده، وبقى ان شاء الله ربنا يسهل. ان شاء الله يا عصام، بالتوفيق وهارد لك يا عصام، وهارد لك. الله يخليك. اشكرك اشكرك. يعني وطبعا بتبقى الماتشات دي بتزعل، بس